ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأوساط السعودية بخبر رحيل الأمير عبد الكريم بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، حيث تفاعل النشطاء مع هذا الخبر بشكل كبير متسائلين عن سبب وفاته، وليتصدر اسمه الترند في المملكة. وفي التفاصيل، أعلن الديوان الملكي السعودي عن خبر رحيل وفاة الأمير عبد الكريم بن سعود، حيث لاقى الخبر تفاعلاً كبيراً بين النشطاء، إذ جاء في نصه: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الكريم بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وستقام صلاة الجنازة على الأمير عبد الكريم اليوم بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة. وبدوره أكد خبر وفاة الأمير عبد الكريم الأمير عبد العزيز بن فهد بن سعود، حيث كتب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر ناعيا خاله قائلا: انتقل إلى رحمة الله خال الأمير عبد الكريم بن سعود بن عبد العزيز، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وأسأل الله أن يلهمنا وذريته وذويه الصبر والسلوان، أن لله وأن إليه راجعون. أما عن سبب الوفاة، فأشارت المعلومات إلى أنه رحل عقب صراع طويل مع المرض، فيما لم يكشف بيان الديوان الملكي سبب الوفاة تحديداً. وتحدث ناشطون سعوديون بتويتر بأن المرض قد اشتد مؤخراً على الأمير عبد الكريم، ليتم نقله للمستشفى ويوضع في العناية المركزة، واستمرت حالته بالتدهور حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وأعلن خبر وفاته بحسب موقع الوطن. ولم يكشف عن المرض الذي كان يعاني منه الأمير الراحل، بينما تحدث البعض عن أنه مرض عضال. والجدير بالذكر أن الأمير عبد الكريم بن سعود بن عبد العزيز هو الابن رقم 49 من أبناء الملك الراحل سعود بن عبد العزيز آل سعود، ولد في المملكة عام 1960، ووالدته هي الأميرة سارة بنت ماضي آل غانم الفهري. أنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في السعودية، ثم درس الجامعة في الولايات المتحدة ولم يكمل، كما أنه متزوج من الأميرة نهاية بنت عبد الله بن يحيى القبلي الشهري، وله من البنات الأميرة البندري.